مساء الخير زملاء. طبعا هلا معي المثال الثالث بدي اشرحه بالمحاضرة التاسعة. خلينا نبدأ. المطلوب حساب قابلية النفاذية، يعني كي تمام في طبقة حاملة لمياه جوفية حرة. حرة هو لحاله حكى، ما عاد في داعي تطلع الرسم، حيث تم ضخ مياه بئر رئيسي بغزارة قدرها 92 متر مكعب على اتش على الساعة. انتبهوا لهي الواحدة لأن بدي احولها متر مكعب على الثانية الكيو. هي علما ان بئري الرصد يقعان على بعد 8 و25 متر. شو اعطاني؟ اعطاني الار واحد والار اثنين. قلنا البعد هو الار واحد والار اثنين، يعني الاكس واحد الاكس اثنين من القانون الاساسي. على التوالي من محور بئر الضخ وان منسوب المياه فيهما اخفض من المنسوب الاستاتيكي للمياه الجوفية بمقدار. اعطيني الاس واحد والاس اثنين. اما سبكة الطبقة الحاملة فتبلغ، اعطيني البي هون. هي تفسير المعطيات بالاضافة للبي. المهم نبدأ، عفوا مو البي، الاتش عفوا البي هديك بالطبقة الحبيسة. لما قال لي سبكة الطبقة الحاملة المياه الجوفية هي صارت اتش الكلية بما انه طبقة حرة. المهم اول شيء بما انه قلت متر مكعب على اتش فبدي احولها للمتر مكعب على الثانية قسمتها على 3600. شو بده هو؟ بده الكي. انا بعرف القانون اللي بدي استخدمه. شو هو؟ وينه؟ هذا القانون اللي بدي استخدمه تمام. واي 2 مربع ناقص واي 1 مربع لوجرتم الاكس 2 ناقص على اكس 1. وقلت انه بالهدول الفيديوهات الاربعة رجاء نشوفوهم ورا بعض، يعني بكون شارح الفكرة كلها الان بالفيديو الاول والباقي التطبيق تمثيلي. المهم فهون انا شو عندي؟ انا معي الار واحد ومعي الار اثنين تمام. هاي الار واحد اللي هي اكس واحد والار اثنين اللي هي اكس اثنين تمام، ومعي الاس واحد والاس اثنين. فانا مشان ما اروح طلع ار كبيره وروح طبق بين بئرين بما انه معي الاتش الكليه يعني، فمعي اغلب المعطيات هون فبطبق بين هالبئرين تمام. قانون قانون الابر تبع الطبقه الحره بطبقهم بين هالبئرين تمام، وبطلع الكي لانه هو بده الكي فقط ما بده الغزاره، يعني بده الكي. فهي الفكره انه اتش 2 هي اتش الكليه ناقص اس 2. إذا بدي طبق بين هالبئرين فبتحول ل H2 مربع ناقص H1 مربع على R2 على R1. R1 و R2 معطائين، K معطات، Q معطات، عفوا ال K اللي بدي أحسبها أنا H2 و H1. هلا بشوف شلون بدي أحسبهم، بطلع الرسم مشان أعرف شلون بدي أحسبهم. H2 هي من هون لهون، هي ال H الكلية اللي هي من هون لهون ناقص H2 تمام، وال اتش واحد هي الاتش الكليه من هون لهون ناقص اس واحد. هلا في فكره رح تقول لي ليش ما عملنا مثل المثال اللي قبل الامثله اللي قبله وطبقت بين الاتش والار دبليو والاتش دبليو. انا الاس هون غير معطاط تمام، فالاس بما انه غير معطاط تمام يعني الاتش دبليو من هون لهون بالاتش من هون لهون، بما انه الاتش دبليو غير معطاط الار الاس غير معطاط فما بقدر اطلع الاتش دبليو، فصار في مجهولين تمام اللي هن كي والاتش دبليو، فما بقدر اطبق العلاقه بين الاتش دبليو والاتش الكليه. طبقتها بين هالبئرين تمام، فقلت شلون طلعت الاتش واحد واتش اثنين، بطبق بعوض بالعلاقه مشان طلع الكي، والكي من الاله الحاسبه او بعد عزله او من الاله الحاسبه بطلعها وبيمشي الحال وبتكون طلعت. بتمنى يكون كل التوفيق ويعطيكم العافية.